بين فتره وفتره احنا حتى ينقطع عندنا الاتصال، يعني نقعد باليومين وثلاث ايام ما فيش اي اتصالات مع العالم الخارجي، ما تعرف شو صاير، ما تعرف شو فيه وشو ما فيه، ومرات حتى اموره كلها توقف. هكذا تبدو الحياة اليومية في غات، حيث يقضي المواطنون ساعات طوال أمام المصارف والإدارات لقضاء مصالحهم. فخدمات الأنترنت بالمدينة متردية إلى درجة كبيرة نتيجة سوء البنية التحتية للأنترنت وتهالك المعدات مقابل غياب الصيانة الدورية. وتحتل الأنترنت اليوم مكانة مهمة في حياة المواطنين، ما يجعل من تعطلها الدائم مأزقاً قد يهدد سير الحياة بالمدينة ويعرقل توفر الخدمات الأساسية. حقيقة إن يعني زي ما سلفت ذكرى أن تعتبر الكهرباء بالدرجة الأولى بالدرجة الثانية الاتصالات. الاتصالات الآن تعتبر وسيلة تواصل شبه مش نقول يومية، إن كل ساعة في تواصل، في جديد، في عمل. الآن كل المصالح الحكومية تشتغل بالإنترنت فيما يخص ربط المصارف، معاشات الموظفين، إجراءات الإدارية، تواصل الشركات، حتى المواطنين العاديين، التواصل مع أقاربهم، مع ذويهم في أثناء السفر وأثناء العمل أو بعد العمل، العائلات وإلى آخره. فأصبح شيء ملازم وشيء يعني يكاد يكون إنه شبه دواء، يعني لشيء أصبح يلازم المواطن بالدرجة الأولى. فأصبح الكل لا يستطيع الاستغناء عن الاتصال والإنترنت بالدرجة الأولى، لأن أصبح الآن العالم أصبح قرية بظهور هذه شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وإلى آخره. فكل أعمال الآن مرتبطة بالإنترنت، يعني توقف الإنترنت لساعة أو ساعتين أو لحظات قد يسبب ربكة وخلل أو أشياء يعني كثيرة جدا. قد يقضي متساكنو غات ساعات طوال مفصولين تماماً عن العالم ودون أي وسيلة اتصال. فوفقاً لمؤشر سبيد تيست لعام 2023، تأتي ليبيا ضمن الدول العربية التي تتمتع بأبطأ أنترنت بـ 14.1 ميجابايت في الثانية. وزد على رداءة الأنترنت، تعاني ليبيا أيضاً من شبكة اتصالات مهترئة لم تشهد خطط صيانة جذرية منذ سنوات. قناة مكة الجنوبية تشتغل على كابل الفايبر اوبتيكال او الالياف الجزئيه واحد فقط، يعني مقدر الله صار اي خلل في الكابل ما فيش كابل بديل او ما فيش خدمه اتصالات بديله على قدر ما توفر الانترنت. والانترنت المتواجد في ليبيا لي اكثر من 20 او 25 سنه الانترنت، دون وجود اي شركات جديده ولا وجود منافسين جدد في الساحه او وجود الخدمات الانترنت العاليه السرعه الموجوده في العالم حاليا. يعني قاعد الانترنت 3.5G او 4G، ولكن ينقص في التذبذب مع زيادة المستهلكين وزيادة الخدمات. والحاجة الثانية، الدولة تو في تغير الى النظام الرقمي ونظام التحويل المالي والنظام الخدمي كامل بالانترنت. يعني توقف الانترنت في منطقة الجنوبية يترتب عليه التوقف في جميع الخدمات الموجودة، يعني من خدمات إدارية وخدمات تحويل الأموال وخدمات حجوزات المصارف. حقيقة موضوع الاتصالات والإنترنت، الإنترنت حاليا هو عصب الأمم المتقدمة، وحنا طبعا المنطقة الجنوبية عندنا معاناة كبيرة من ناحية الإنترنت ومن ناحية الاتصالات. الإنترنت هذا مربوط ربط، يعني طبعا بحكم أننا حنا قريب 1350 كيلو عن العاصمة طرابلس، محتاجين لمضبوط، لأن أغلب أعمالنا وخدمات نتاعنا إحنا كمواطن مربوطة بالإنترنت، هي اللي تقص لك المسافة، والشيء اللي يخليك بدل ما تمشي أنت غاد لا تأخذها عن طريق الإنترنت كافة مساعدات. نجوم من ناحية الإنترنت، الخلل متكرر أكثر من مرة من ناحية الإنترنت. أول ما يصير الإنترنت يبقى المواطن بعيد مفصول عن الفلوس اللي قاعد عنده في المصرف. الموظف يبقى مفصول عن العالم اللي صاير قدامه
في المناطق الاخرى العاصمه الثانيه يعني صارت اكثر مره عاده هو متكرر. ونجوم من ناحيه الاتصالات حتى هي فيها رداءه بحكم ان احنا منطقه تطل على اننا الجهه الشرقيه والغربيه والجنوبيه والشماليه لها صحراء عاده السكان في اللي يطلع للصحراء في اللي يشوف الابل نتاعه في اللي يطلع يشوف ناسا بحكم ان في سكان قاعدين في الصحراء وسائل اتصالات في الصحراء ما فيش فهذه يعتبر المواطنين الليبيين لابد ان توفرها يا ما فقدنا ناس يا ما ناس ضاع بسبب عدم ما فيش اتصالات في الصحراء فهذه مهمه واغلب المشاكل اللي تصير في ناحيه الاتصالات ومن ناحيه الانترنت يقول لك الكيبل انضرب اغلب شيء نشعر فيه احنا هذا لكن الامور شنو سبب رداءة الاتصالات في الوضع العادي تو العام العادي شنو سبب الشركه ما خبرتناش يعني ما نقدرش انا كمواطن اعطيك الامور الفنيه يمكن الشركه تقول لنا شنو المشكل اللي في غاد عندما تتحول الانترنت من وسيط الى عائق. منذ سنوات تنشط التجارة الإلكترونية في ليبيا البلد الذي صنفته دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد عام 2020 ضمن أهم 10 اقتصادات نامية تعيش مرحلة انتقالية في التجارة الإلكترونية في أفريقيا. وتبعاً للدراسة ذاتها فإن 20% من مستخدمي الأنترنت في ليبيا يقومون بالتسوق عبر الأنترنت ما يجعل من تردي خدمة الاتصالات والأنترنت في غات عائقاً أمام عديد التجار الذين يسعون إلى تحسين دخلهم وتنمية تجارتهم بما يتماشى مع تطورات العصر. في ناس عندها تجارة إلكترونية لكن للأسف مش مستفيدة من الإنترنت. احتمال واحد بيدير تجارة لكن مش هيحسن من جودة المشروع اللي هو مدايرة إلكترونيا في بيع وشراء أو العالم طور ما شاء الله تبارك الله. وفي طبعا حتى الاجتماعات الإلكترونية طبعا الناس يديروا فيها احتمال تتواصل مع شركة معينة ولا عندك اجتماع مع شركة خارج حتى البلاد مش في الجنوب بس ممكن مع الجهة الغربية والشرقية ولا حتى برا ليبيا. لكن للأسف ترد شبكات الاتصال والإنترنت يعتبر أقل متوسط أو سيء زي ما قلت لك. أنترنت رديئة وشبكة اتصالات متهالكة، من المسؤول؟ يدفع متساكن غات فاتورة باهظة نتيجة تردي خدمات الأنترنت، إذ ينعكس هذا الانقطاع بشكل مباشر على حياتهم اليومية، فخدمات المصارف والإدارات متصلة بشبكة الأنترنت. يأتي هذا وسط غياب حلول فعالة قادرة على النهوض بقطاع الاتصالات وتحسين خدماته، فمن يتحمل مسؤولية سوء الخدمات؟ المسؤولية هي قد تكون مسؤولية مشتركة ومسؤولية جماعية. لأن خطوط الاتصال تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى فرق تكون متابعة دائما وفرق طوارئ التدخل السريع في حدوث أي خطأ. فيعني أنا ندائي أو يعني رسالة للشركات هي الشركات اللي تعمل الآن داخل الشركة الليبية الهاتف ليبيا الاتصالات الشركات الخاصة اللي هي شركة ليبيانا وشركة المدار. فهذه الشركات لابد أن تكون معناها فريق يعني اللي يطلبونا يكون يتم تدريب الفريق في التدخل السريع. لأن هذه الاتصالات زي ما سلفت يعني ثانيا ذكره أن لا يحتمل التأخير يعني أحيانا قد تكون الفرق في سبها في طرابلس إذا كان حصل أي خطأ فالفرق عندما يصل النداء مثلا ان وجود مشكله فالفريق يحتاج الى ساعه لكي يجتمع ساعه اخرى ليقرر الانتقال والتنقل يحتاج الى يوم او يومين. اذا معناها قد تحصل ربكه في يوم او يومين واحيانا يعني تحصل تدخل سريع جدا ايضا يعني لا يقل على 6 أو 7 ساعات. هذا قد يسبب ربكه ويسبب قلل ويسبب معناها تاخير في مصالح سواء كانت حكوميه سواء كانت مصالح خاصه. رداءة الانترنت ليست حكرا على مدينه غاد او الجنوب فقط، وانما تشكو ليبيا باسرها من ضعف خدمات الاتصالات والانترنت مقابل غياب قرارات حكوميه صارمه او استراتيجيات تنمويه قادره على النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر عصب الحياه.